سلام البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى دائما تكونوا في احسن الاحوال. كيف شفتوا معايا اليوم غنوجدوا لكم بسطيله ديال الدجاج. توجدها لنا لا لطيفه اللي عطينا المكونات وعنمشوا معاها مرحله بمرحله. السلام. السلام عليكم. شنو المكونات وشنو كاين في دابا البسطيله؟ بدا اولا غادي نبدا معاكم نقضوا الدجاج هو الاول، عاد من بعد دوز اللوز داكشي الاخر. دابا عندنا هنايا خدينا جوج نتاع الدجاج، كل واحد فيه جوج الكيلو طبعا مغسولين ومنشفين وكلشي من البارح. عندنا جوج بصلات تقريبا، ها هما بعض هاد الطقات حكيناهم. عندنا هنايا هنا ثلاثة، هادي راه التومة مدقوقة مع شوية الملح، ثلاثة الفصيصات تقريبا مويان. وعندنا راس معلقة تاع معلقة صغيرة تقريبا تاع سمنة ما تكونش عامرة. وعندنا جوج دامات تاع الزعفران الحر. علاش درت انا الملفه كندير غير وحده؟ حيت عندي الزعفران شعره شويه قليل، داكشي علاش غندير جوج. وبالنسبه للتوابل كاين شويه البزار وشويه التوابل نشوفهم معاكم مثلا. فوالا، واخا ان شاء الله نبداو. بسم الله. بسم الله، غادي نبداو معلقه صغيره السمن. ثلاثة الفصيصات تاع الثومة اللي بقيناهم مع الملحة. غادي من بعد غادي نحكوهم توابل. التوابل غنديرو شويش البزار، شويش سكينجبير، راس معلقة صغيرة نتاع القرفة. حيتاش دابا مازال ملي غادي نردوه يطيب غادي نرجعوه يطيب ان شاء الله. دابا انا اليوم غادي نرقد هادشي كلشي في الليل، والصباح ان شاء الله غادي هو كيبغي باش يشرب ديك القامه ديالو. الصباح ان شاء الله غادي نطيبو، اللي بغى يطيبو مثلا في العشيه يرقدو الصباح بكري. وهنايا عندنا معلقه صغيره ان شاء الله توجد حتى الغدا ان شاء الله، غدا الغدا ان شاء الله. معلقه صغيره بسيبيسه، ها هي حتى هي هنا. بالنسبه للملح انا ما غاديش نديرها لاني ديجا دقيت بها الثومه، انا ما غاديش نديرها دابا. غادي نبجوا هاد الطويمات مزيان. كلشي كلشي مزيان هكا، زيدوا عليهم البصله. نزيدو عليهم داك شويه الزعفران الشعره اللي حمرناه، ها هو دقيناه سخنو شي شويه عاد دقيناه حتى هو وزدناه شويه الثومه. غادي ندير واحد المعلقه تاع المعدنوس، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره تاع المعدنوس. صافي، دابا غادي تجيبي الدجاج. دابا غادي نبداو نحاولو ندخلوه هكا تحت الجلدة وكلشي باش يدخل ليه القامة مزيان.
تخليهم ثلاجه؟ اليوم حيت انا لقمتهم في الليل غنبيتهم في الثلاجه ضروري، واخا الحال بارد الانسان المهم من احسن تاخذ احتياطاتك. صافي دابا عاد تخليهم الثلاجه. صافي دابا غندخلهم، هذا غير الماء البصله اللي طلق راه هو غادي يطفي. صافي غادي نغطيوهم وغادي ندخلهم الثلاجه وحتى الغطا ان شاء الله، وغادي نكملوا معكم المرحله ان شاء الله. ان شاء الله دابا غادي حنا حطينا الدجاج تاعنا اللي رقدنا البارح في الاقامه، دابا غادي نديروا شويه تاع الزيت غير شي ربع كويس، اما حنا غنطيبوه تقريبا في الزبده. ودابا غادي نديروا جوج معالق كبار تاع الزبده، انا راه شاعلين عليه العافيه، وغنديروا تقريبا الملح راه حيت البارح درت انا غير شويش اللي دقيت فيه الثومه، اليوم غادي نزيد واحد شويش الملح باش ما يجيناش الدجاج مسوس. وغادي نزيدوا شويه السكينجبير، راه كيف قلت لكم البارح انني ما درتش لقامه كامله باش نخلي فني لقامه نكملها في الثياب، شويش البزار ثاني وداكشي على حساب الذوق، شويش البزار وغنزيدو عويدات تاع القرفة، شي جوج عويدات تاع القرفة وغادي نزيدو واحد شويه بسيبيسة، ورحنا ديجا مشلضين تقريبا شويش القرفة تاني غير شويه راهي راس معلقة كندير، وتقريبا نص كيلو تاع البصله حيت البارح كنا غير جوج صغار فاش درناهم، دابا نص كيلو تاع البصله تقريبا كيلو تقريبا تاع البصله، سمحوا لي كيلو تاع البصله تقريبا مشلضين مزيان اولا مطحون، وغادي نديروه عليه كامل، نديرو دابا غير نص البصله، نديرو غير نص، دابا ندير نص تنعاودو نكملو الاخر. صافي والمعدنوس من بعد غادي نديروه، دابا صافي غادي نخليو الدجاج تاعنا يطيب ونرجعو معكم ان شاء الله. نزيدو البصل معلقه اخرى تليدان حيت البارح درت غير معلقه صغيره فاش صوبت الدجاج فاش لقمتو، وغادي نزيدو البصله اللي بقات كامله صافي دابا باش نخليوه يطيب هو البصله مزيان. وغن دابا مقطعين قطعة تاع المعدنوس، غادي ندير غير النص نتاعها اولا غير معلقه منها كبيره دابا، ونخليو الاخر حتى من بعد. صافي دابا غادي نسدو عليه، راه كيف كتشوفوا راه ما فيش الماء ولا شي حاجه، لان البصله اللي غادي تطلق الماء ديالها فاش غادي يطيب الدجاج مزيان، عاد من بعد كنحيدو الدجاج ملي كيطيب وكنخلو ديك الضغميرات تعقد مزيان. كيف تتشوفوا الدجاج ها هو طاب، ياك الا لطيفه دابا تبداي تقطعي فيه تحيدي العظيمات وتخليها طينا باش غادي نحيدو العظام داك الشيء اللحمات ان شاء الله كيف كتشوفوا دابا انتما الضغميره حيدنا من هاد الدجاج، ها هي هذا هو فاش كان طيب فاش طاب الدجاج شي البصيله، ها هي تبارك الله طاب مزيان. ها حنا غادي نردو على داك حطيت معدنوس ديك نسيس اللي حطيت معدنوس كانت شافت لنا بويا اللي خليناها ممكن تبقى فيه النسمة ديالو، وغادي نزيدو عليها هانتي كاس العنبة ما يكونش عامر، ما يكونش عامر ديال السنيدة تاع السنيدة. صافي ونخليوها تعقد مزيان، هادي اللي عي طيب فيها البيض هادي اللي كنطيبو فيها ان شاء الله. صافي دابا نخليوها بلا ما نغطيوها، نخليوها بحال هكا باش عندنا الثانيه غتطلق الماء. صافي دابا نخليوها هكا كطيب. صافي لا لطيفه دجاج بنتي ليا، صافي ساليتي. صافي نقيناه من العظام دابا شنو عدوزي لاش؟ صافي دابا غنرجعو للضغميره باش نزيدو فيها البيض. اي حنا معاك، هاد الضغميره هي تبارك الله بدات طابت مزيان، غنبداو نزيدو غنبداو تنزيدو بجوج بجوج بيضات بجوج نحركو. دابا وصلنا 4 البيضات
دائما تكون العافيه مهيله. كنبقاو نزيدو هكا بجوج بيضات جوج بيضات. انتي كتحب باش داك الماء ما يتجمعش. وبالنسبه للوز لا لطيفه شنو درتي له؟ اللوز حنا دابا شويه نحيد هاد الميديا ونوريك اللوز شنو درنا عليه. اللوز قليناه من بعد كنجيبوه كنغسلوه كنديروه في الماء الطايب وكنقيوه من الجزا ديالو كنعاودو نغسلوه كنشفوه مزيان وعاد تنقليوه وكنطحنوه. ودابا غنوريكم ان شاء الله شنو درنا فيهم. تقريبا شحال من بيضه عتدخل لهنا؟ دابا حنا وصلنا 10 البيضات وراه بيض تبارك الله كبير مع تبارك الله جوج بيضات كبار. دابا كتبقى تخلطي على حساب هذه حتى تجمع عليك. اما وصلنا 12 بيضه صافي واقيلا كنظن بارك الله يجعل بركه. شتي دابا تبارك الله يا طابت جمعت مزيان. دابا كنزيدو كاس هكا ديال الحامض تاع العنبه هكا ما يكونش كاع بزاف المهم عامر شويه ماشي باش عرفتي علاش كنديرو الحامض باش كيحيد لينا داك الريحه تاع البيض وتاع الدجاج كيعطي داك البنه جديده بزاف الحامض. الدجاج تيبغي نيت الحامض هاد البنه تاع هاد الكاس الحام كتجي رائعه في هاد التخليطه هادي تاع البيض صافي. دابا ديما هادي على عافيه مهيله صافي. دابا هي غادي تشرب وغادي نطفيو عليها باش ندوزو اللوز ان شاء الله. ان شاء الله وصلنا اللوز دابا ياك هانت هنا عندنا كيلو تاع اللوز قلت لكم وصلناه. غير اللوز بان لي شويه مفرش. انا كنفضلو هكا شويه مفرش مكيبغيش داك الطحون بزاف. دابا اللي بغا يطحنو بزاف يمكن يطحن بزاف ولكن انا كنفضلو هكا كيجي زوين كيجي باين وكيجي عطين. عندنا كيلو اللوز عندنا هنا 200 غرام الزنجلان حتى هو مطحون وتا هادشي راه حطي مطحون محمر مكنطحنوش حتى هو بزاف. مشي شاشات باغا حتى هي. غادي نديرو نص معلقه كبيره تاع القرفه. عندنا كاس تاع العنبه تاع السنيده ربع كاس تاع ما زهر وعندنا جوج معالق كبار تاع الزبده راه كنا مخلينا في حاره المطبخ هما باش دابا غادي نخلطوا ان شاء الله. دابا الزبده بديتي تتخلطي فيها حطها هكا حتى تتمعكم مزيان. صافي اللوز نتاعنا هو موجود صافي دابا كلشي تبارك الله موجود. الدجاج موجود اللوز موجود الدغميره موجوده. دابا ان شاء الله غادي ندوزو كان موجوده. دابا بقى لينا غير صايبو الطويه تاع الصيله صافي ان شاء الله.
بعد ما ستفنا الورقه كيف شفتوا رشيناها بشويه تاع القرفه والسكر، ودابا غادي نديروا الفرشه الاولى تاع الدجاج اللي قطعناه هو الاول. كتشوفوا كنستفوا على جميع الجوانب باش يجي البسطيله مقاد فيها داك الشيء. نحطوه مزيان كامل فنحلوه لان كيكون بعد ما كيتجمع. نقادوه مزيان من بعد غادي نديرو من فوق منو الفرشة الثانية. الدجاج هو الأول دائما، عاد من بعد غنديرو البيض. دابا نرشو بشوية القرفة والسكر تعطي نكهة زوينة القرفة والسكر، وكتعطي ديك الدرميلة في وسط الدجاج وسط الورقة شي حلوة. دابا من بعد ما درنا الطبقه الاولى تاع الدجاج غادي نبداو نحطو ديك الطبقه الثانيه اللي فيها البيض. غادي نبداو نستفوه حتى هو فوق مزيان شوي شوي. غادي يكون مجموع هكا سيتحل شويه يساوي على طاوه كامله. ديما ملي كنما درنا شي حاجه كنرشو رشاشات القرفه ورشاشات السكر باش كتجي ماشي باش تجي حلوه، باش كتجي مقرمشه من الداخل تجي زوونه تجي بنينه. دايما انت تزيدي ورقه وتعملي الزبده ضروري ديما الرشه نتاع الزبده. دهني الزبدة هكاك ورقة. كنبداو نحطو اللوز ديري لوز عاد الدجاج عاوتاني لوز لا لا صافي غير هكذا صافي. الدجاج فرشناه هو الاول عاد درنا فوق منو ديك الدغميره اللي طايبه به البيض، عاد دابا اللوز صافي لا ما كنعاودوش. تبارك الله بغينا نعاودو وتجي بغيتي تعاودي تعاودي ولا كانت غادي تجي عاليه بزاف. ملي نحطو اللوز ضروري ما نديرو هكا كرشاشات تاع الزبدة باش فين، لأن هاديك الزبدة وهادي هي اللي كطيب البسطيلة تجي مقيمشة وتجي مقيمشة. صافي دابا غتبدا يطوي. دابا الله لطيفة بدات تطوي البسطيلة.
انا راه كنفضل نخدم بيدي على دابا ملي سالينا صافي الماء تاع هاد الوجه غادي نقلبوها في شي صينيه اخرى باش نصاوب الوجه الاخر. قلبات في البصيل ودابا بدات لا لطيفه تتقاد شنو يبات انت هذيك باش كان لمطوها مع كانت عندنا الطاوه عندها الحاشيه عاليه لا جينا نخشيو هكا صباعنا هذاك غادي نتقبو الجناب وداك الشيء غادي تخرج منهم الحش. انا لطيفه صافي عاد تدخل الفوام صافي دابا هي صوبناها هذا الوجه اللي درنا من هنا هذا راه هو الوجه اللي ان شاء الله ملي غادي يطيب غنقلبو هذا هو اللي غيجي لتحت فيه والتحت هو اللي هذاك اللي دابا على التحت كيطيب هو اللي غنزينو ان شاء الله صافي ان شاء الله من الطيب على شعور دابا غنطيبوها من التحت عاد نقلبوها عاوتاني ونعاود نطيبوها من هذه البلاصه الفوقيه ما نشعلوش على الفوق والتحت باش طيب على مهل على مهل صافي دابا تبارك الله على لطيفه هذا الشيء تيحمق غزال الله يبارك فيك الصحه والراحه حبيبه باش زوقتيها ايوا حنا زوقنا بداكشي الموجود عندنا درنا ليها الوريقات مقرملين حمرين تاهما في الفران وزوقتها بالشوكه الوريقه هكا قطعتيها هذا الشيء صغيورين حتى هما اللي بغى يدير هكا صغيورين زوونين درناهم الدراري الصغار زوونين ولا ممكن بحال كلوشات اللي كتخبيهم هكا تخليهم اي تبقاو في الثلاجه هكذا الوليدات الصغار اللي بغاو يديهم معاهم لاكول والكراميل درتي ياك اه زوقنا بالوريقه مقرمشه محمره وبالكراميل وهي اللي ما عندوش يدير ديري السكر القرفه مرات كديري اللوز اللوز هكا اللوز لا افليت اللوز وكديري عليه الكراميل كيجي حتى هو من نظر زوين فيه تبارك الله عليك كيبقى على حسب الاختيار تبارك الله عليك هادشي الله يعطيك الصحه اذا حبيباتي كيف شفتوا معايا هذه هي بسطيله تاع الدجاج واللوز نتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله وما تنسوناش دائما من الدعم والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد شكرا لكم حبيباتي والى اللقاء.